إسرائيل تعلن الاستعداد بقوة للتحضير لضرب إيران. زيلينسكي يقيل صديق طفولته بسبب الخيانة. عائلة قاتل نير أشرف تستعد للطعن في حكم الإعدام. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية. أهلا بكم. باعتباره واجبا أخلاقيا وأمرا مهما للأمن القومي على حد قوله، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن تل أبيب تستعد بقوة للتحضير لهجوم في إيران، مشددا على ضرورة الاستعداد لأي تطور وأي سيناريو. كوخافي أوضح في تصريحات له أن الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني في صلب الأمن القومي وفي صميم استعدادات الجيش الإسرائيلي، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه أوضح للرئيس الأمريكي معارضته للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف الكامل دبلوماسيا وعملياتيا ضد البرنامج الإيراني النووي. بسبب الكثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة ارتكبها مسؤولون لمصلحة موسكو، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إقالة المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد الذي يعتبر صديق طفولته. زيلينسكي كشف أن السلطات الأوكرانية تحقق حالياً في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، من بينها 60 حالة في مناطق سيطرت عليها القوات الروسية وأخرى موالية لموسكو. رغم صدور حكم بإعدام قاتلها، ما زالت قضية نير أشرف تتصدر حديث السوشيال ميديا، والجديد هذه المرة هو استقبال المحامي المصري المخضرم فريد الديب أفراد أسرة قاتل نير محمد عادل لوضع اللمسات النهائية لإجراءات الطعن على الحكم. أديب الذي كان محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك ناقش مع الأسرة الدوافع الرئيسية والضغوطات النفسية والعصبية التي أوقعت عادل في معترك ارتكاب الجريمة انتقاما من الفتاة الضحية، كما راجع حيثيات وأسباب تعرضه للضغوطات من قبل أسرة نيرة، فيما قال خال القاتل إن أسرته تسعى لإبقائه على قيد الحياة بتخفيف العقوبة إلى السجن على الأكثر. من المنتظر أن تسجل فرنسا والمملكة المتحدة مستويات حرارة قياسية في تاريخ البلدين لتفوق 40 درجة مئوية وسط استمرار الحرائق في عدد من الدول الأوروبية. هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أصدرت أول إنذار أحمر بخصوص الحرارة القصوى، ما يعني أن ثمة خطراً على الحياة، مشيرة إلى أن الحرارة قد تتجاوز 41 درجة مئوية في جنوب البلاد للمرة الأولى خلال نهاية الأسبوع الجاري، فيما تتوقع هيئة الأرصاد الفرنسية أن الحرارة قد تصل إلى 44 درجة في بعض مناطق الجنوب الغربي من البلاد. وفي خبرنا الأخير، يلتقي النجمان التركيان بيرم سات الشهيرة عربيا باسم سمر وكيفانش تاتليوت الشهير بمهند، يلتقيان مجددا في عمل جديد من بطولتهما سيعرض قريبا على نتفليكس بعد غياب طويل. وسائل أعلام تركية أوضحت أن النجمين سيشتركان في بطولة فيلم تدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين سمر ومهند، مشيرة إلى أن تصوير الفيلم سيبدأ قريبا، فيما ستكون معظم مشاهده في مدينة اسطنبول، كما سيتم تصوير بعض المشاهد في نيويورك أيضاً.